النادي الأهلي، لكن أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موقع الأهلي دوت كوم بيكشف تفاصيل الكشف الطبي للاعب النادي الأهلي الجديد مودست قبل الانتقال للأهلي رسميا والحضور إلى مصر. بدأت إدارة النادي الأهلي في اتخاذ الخطوات الجادة تمهيدا للتعاقد مع أنتوني مودست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق في إطار تدعيم صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلى موقع النادي الأهلي أن الأهلي اتفق مع أنتوني مودست الذي يتدرب حاليا مع فريق فورتونا كولين الناشط في دوري الدرجة الرابعة الألماني للحفاظ على معدل لياقته البدنية والفنية على إجراء الفحوصات الطبية في ألمانيا اليوم. وحسب ما ورد لموقع النادي الأهلي فإن إدارة النادي الأهلي تسعى خلال الوقت الحالي لاختيار إحدى المستشفيات الألمانية الكبيرة لإجراء الكشف الطبي على الفرنسي مودست خلال الساعات القادمة في خطوة تنسيق توقيع العقود رسميا بين الطرفين وحضور اللاعب إلى مصر للإعلان رسميا عن الصفقة. وكان موقع النادي الأهلي قد أكد أول أمس الخميس أن ياسين المكاري محلل الأداء بالجهاز الفني للنادي الأهلي هو من قام بترشيح مودست على المدير الفني مارسيل كولر لبحث إمكانية التعاقد معه، وبدأت إدارة النادي الأهلي بعد ذلك في التواصل مع اللاعب. وحسب ما ورد لموقع النادي الأهلي فإن مسؤول الأهلي توصلوا لاتفاق نهائي مع أنتوني مودست البالغ من العمر 35 عام، وتم الاتفاق معه على الانضمام للمارد الأحمر لمدة موسم واحد بالإضافة لموسم آخر وفقا لنسبة المشاركة في الموسم الأول. يذكر أن مودست هو لاعب حر في هذه الفترة منذ رحيله عن بروسيا دورتموند الألماني في الصيف الجاري، ويحق له الانتقال لأي نادي دون الالتزام بمواعيد غلق القيد في أي دوري من الدوريات. وكان أنتوني مودست قد مثل العديد من الأندية الأوروبية في مسيرته الإحرافية، أبرزها فريق نيس وبوردون وسانت إتيان في فرنسا وهومفنهايم في إنجلترا وكولن وبروسيا دورتموند الألماني، ويتدرب حاليا مع فريق فورتونا كولند لعمل فترة إعداد كاملة إلى اللاعب. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ما تنساش بالله عليك ادعمنا باللايك علشان نوصل الحلقة لكل الناس والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية، اشوفك على خير، مع السلامة.